طيب، المحاضرة اللي فاتت توقفنا عند هاي طيب، المرة اللي فاتت احنا كنا في هذا المثال، وكان في انا عندي الفورك اذا كان انا عندي اقل من زيرو، في عندي خطأ، اذا كانت بتساوي زيرو يبقى انا تشايلد بروسيس، واذا كان انا عندي بيرنت انه بيكون انه اكبر من الصفر، تمام؟ وحكينا في المقطع هذا احنا ضفنا جزئيه الاكزيك البي بهذا الشكل، وحكينا بدي اعطي له الباث تبع الكوماند بالاضافه لارجيومنت، ممكن اضيف ارجيومنت قد ما بدي زي ما حكيت، تمام؟ واخر ارجيومنت انا بكون عندي النل بهذا الشكل، واتفقنا انه هذه جمله البرنت اف عمرها ما حتتنفذ، فعشان هيك حكتب لك عليها في المثال انه this code will never execute. السبب بعد الاكزك، الاكزك شو عملت؟ مسحت كل الكود هذا اللي انا كاتبه. لا، لما احنا نوصل لهذه بمسح كله اللي فوق واللي تحت، وايش بستبدله بكود جديد، الكود تبع ال اس. مالها؟ بتنفذش. ايش السبب؟ انه الاكزيك ال بي بتروح تمسح كل الكود التعليمات اللي في البروسيس فوق وتحت، وايش بتستبدلها؟ بتستبدلها ببروسيس جديدة أو تعليمات جديدة، تعليمات تبعت إيش؟ تبعت الـ LS. بس هذا بيكون إنه هو تنفذ أصلاً لأنه محطوط قبل الـ LB، قبل الـ Exec LB. كيف بتصير إيش؟ يعني في الذاكرة، أنا بقصد في الذاكرة مش على التيرمينال في الـ Output، في الذاكرة بمسح كل الكود وبضيف بستبدله بكود جديد تبع الـ LS، تمام؟ يبقى بروسس جديدة بفرغها وبحط فيها بروسيس جديده، تمام؟ اوكي، اخر مثال هذا انتم جربتوه اعتقد، صح؟ نعم. طيب، حلقيت انت بتضل عندك التيرمينال
هذا اسمه نيو بروسيس بوسكس. المثال اسمه نيو بروسيس بوسكس. question 1 و 2 خلصناهم. question 1 كان انه انا في عندي variables انه في البيرنت والتشايلد انه غيرت في واحدة هل بتغير في الثانية trick. لو ايش برضو نفس الشيء تغيرت في البيرنت بس في البيرنت للتشايلد بتغيرش عليه ولا ايش نفس الفكرة ان برا لانه كل واحد separate process address space لحال. في question 2 انه انا عندي كانت الفورك تمام وكانت في عندي تداخل في الفورك بالضبط بدك تتبع عشان تحدد كل البروسيسز. فحكينا في طريقتين، طريقة عملية انه نستخدم الجيت بي اي دي بعد كل فورك وتعد اليونيك بي اي دي، والطريقة الثانية انه انت تتبع الكود وزي ما رسمنا المحاضرة اللي فاتت. بخصوص النيو بروسيس زي ما احنا شفناها تمام، وهذا بيأدينا انه احنا ممكن نعمل شيل صغيرة. الشيل صغيرة ممكن يكون الكود تبعها بهذا الشكل. عندي هنا define max line، هذا عبارة عن constant اسمه maximum line، وهنا طبعا حطيت الفاليو تبعته 80. ليش 80؟ انه انا عندي الانبوت اللي انا حدخله عندي في 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 الكوماند لاين طوله اكثر شيء 80 حرف بتثبتها. هذه مش حقيد عليك كثير، مش حقول لك انه والله هي كوماند اطول من 80 كوماند اكثر من هيك، لا، فممكن انه انت تثبتها. ليش طبعا؟ لانه هذه الشغله كانت مشهوره عندي في التيرمينال، انه انا عندي عرض التيرمينال 80 حرف، لو انت عديتهم دخل 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 بتلاقي انه هم 80 حرف، على هذا الاساس راح ثبتهم. انت لو ثبتهم كمان اقل من هيك انا مش حدوك عليك كثير. تمام؟ طيب هنا انا حط، انا عندي الارجيومنتس حطها ماكس لاين تقسيم 2 زائد 1. الهدف منها الماكس لاين اللي هو طول الانبوت، مش انا هاخد انبوت من من الكيبورد قديش طوله السترينج هذا، فحط انه هو 80. تمام، هنا برضو نفس الفكره، ممكن التقييد هذا انت تتخلى عنه، انه حكى انه الارجمنتس الطول تبعها حتكون ماكس لاين على 2 زائد 1، يعني هاخد ماكسيموم 40 arguments. برضو هذه ثبتها، وانت كمان بالنسبة لإلك في المطلوب في المشروع انه انت تعمل shell ممكن تاخد arguments اقل من هيك كمان، يعني ماكسيموم انه يكون عندنا 3 4 5 arguments 10 arguments، مش بالضرورة انه يكون في عندك 40 arguments. يبقى هنا انا عندي طول الكوماند كله الإضافة الكوماند مع الارجمنتس طولها 80، الارجمنتس لحال عددها كعدد عددها 40. بعديها حط هنا while should run، هنا واحد واحد معناها ترو، هنا عندي في السي فيش ترو وفولس انك تكتبها كتابة زي الجافا، واحد وزيرو بالضبط. هنا ايش عمل؟ عمل print f لل OSH اللي هو البرومبت انا تبعي. لاحظ انه انا عندي البرومبت هنا ايش بيكون عاده؟ بيكون عباره عن اسم المستخدم at host name بعديها نقطتين والمسار اللي انت موجود فيه حاليا بالاضافه لدولار ساين او هاش ساين، سواء انت كنت مستخدم عادي او مستخدم روت. تمام، فهنا بحاول يعمل نفس الشيء. فايش عمل التيرمينال؟ هي عباره عن سماها او اس اتش وحط اكبر من، ومعنى ذلك انه انا جاهز في استقبال الكوماند تبعك. ايش عمل؟ فلاش للاس تي دي اوت. ايش الاس تي دي اوت؟ ستاندرد اوتبوت. فلاش هي عباره عن كوماند انه بتفرغ الاوتبوت بفر. ليش؟ لانه بده يحط فيه اوتبوت جديد،
يبقى انا الاوتبوت بفر انه انا اخذت منك كمان شوف الستيب هذه فورك تمام في التشايلد بروسيس بتستدعي الاكزيك في بي تمام وبعديها بتنفذ الكوماند تعمل ويت وبترجع تستقبل هاي في الويت هنا بترجع تستقبل كوماند جديده قبل ما تستقبل كوماند جديده نعمل فلاش للاس تي دي اوت تمام انا ممكن اعمل لك سكيلتون كود من هذا ابسط لك اياه بحيث انه انت تشتغل فيه في المشروع واسميه very simple shell تمام هذا اشيل لك اياه في نفس المسار اعطى وبديش الماكس لاين وبديش هذا وهنا بدك تحط الستيبس تبعتك بهذا الشكل هنا الستيبس بدي افصل لك اياها بشكل اكثر هاي بدي احط لك واحد هنا read user input رقم 2 ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل tokenization عارفين ايش يعني tokenization؟ يعني انه انا عندي الكوماند الاس ماينس الف فحتصير عندي array of string مكونة من ايش؟ معناها بتقطعهم حسب السبيس I E split string based on space هاي وظيفتك تمام يبقى أول حاجة read user input بتروح أنت بتدور كيف أنا أعمل input في C للمستخدم جبناها جبنا الانبوت خزنته في فاريبل الفاريبل هذا عباره عن سترينج ممكن يكون زي هيك بعديها الخطوه الثانيه تقطيع السترينج هذا كيف بدك تقطعه حسب السبيس قطعناه زي هيك تمام الخطوه الثالثه انه بدي اعمل فورك للتشايلد بروسيس تمام في التشايلد بروسيس راح تستدعي حتعمل كول لا اكزيك في بي عليكم السلام الله يعافيك ماشي الحاج كمان تقييم الاكاديمي ايش هو التقييم الاكاديمي تقييم المدرسين تنسوش تقيموني بعد المحاضره بس بعد الامتحان بعد ما تريد العدسة بدنا نعمل في التشايلد بروسيس بدنا نعمل استدعاء لسيستم كول اسمه اكزيك في بي او اكزيك ال بي الفرق بيناتهم في عندك هنا في من الملفات اللي نزلتها في عندك في كان ملف بشرح فيه السيستم كول تبعت اللينكس انه ايش الفرق بيناتها هذه ايش بتاخذ ارجمنت وهذا ايش بتاخذ ارجمنت مش موجود
وفي شيء كونكشن هنا. شرحت الاكزيك سي بي الاكزيك ال بي تمام. فالفكره في الموضوع انه انت عندك اكثر من اكزيك اكثر من فيرجن، في عندك في بي في عندك ال بي، كل واحده انه طريقه الارجمنتس بس بتختلف تمام. فانت بتشوف هذه او هذه اللي بيناسبك، مش حقيدك انا كذلك، بتشوف ايش اللي بيناسبك. هاتاكد في الموديل انه انه الملف هذا موجود وممكن انه انت تطلع عليه. بعدين هذا الشرط انا بدي اياه، بعديها انه the parent will call wait. ايش البيرنت فيها؟ اللي هي هذه اصلا اللي فيها اصلا اللوب هاي تمام. يبقى في التشايلد حنستدعي اكزيك البي، مسح هذا كله، حنستبدله بالكوماند جديده سواء كانت كوبي سواء كانت بي دبليو دي او اي كوماند من الكوماندز اللي احنا اخذناها. كل هالباث تبعها بيكون وين؟ في كمان بدك تفترض انه الكوماند باث تبعها هي موجوده في السلاش بن زي ما تعودنا، كل الكوماندز اللي هناك بتبقى بتنفذها تمام. بعد هيك البيرنت راح تستدعي الويت بهذا الشكل وبس. هذه هي الشغله. يبقى شبيه بالكود هذا نعملها كثير منها. اه طب في معلومة بيتها مثلا بتشغلها في مسار معين او ايش يعني في مسار معين؟ زي هيك. لا لا هاي بحكي لك، بفترض انه كل الكوماندز موجودة انا عندي في السلاش بن. انا بدي اعمل انه يخزنها في السلاش بن كوماند، مش يخزنها، هي اصلا اوريدي موجودة هناك. يعني انت تطلع كيت هذا very simple shell وهذا لا هاي وين راحت شطر هاي هذا لا استنى شو هاي. مش احنا لما عملنا في استدعينا الاكزيك البي شو حكينا؟ سلاش بن سلاش الاس بعديها الاس تمام، اللي هو هنا المسار الكامل للكوماند هذه، بعديها الكوماند بعديها ماينس ال وبعديها النل. فانت وظيفتك انه هذه انت بعد ما تقطعها تروح تمررها هنا للداله هذه كاز ارجمنتس. انا عملت لها انت اكزيت. طيب طب ما هيني كاتب لك انا عندي في الكومنت انه راح تستدعي اكزيك في بي او اكزيك ال بي. شو؟ كيف ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ ايش معنى ال ال اس ماينس ال؟ اخذناها الكوماند وين؟ هذا ايش معناته؟ اللي هو المسار الكامل للكوماند بالضبط، انه وين موجوده؟ انه موجوده في سلاش بن انه الاس سلاش الاس تمام. هذه اسمها، هذه الارجمنت تبعت الاس. اخر حاجه النال انه احنا خلصنا الارجمنت تمام. واضح؟ في شيء ضايل مش واضح؟ تمام. يبقى انت سجل عندك في النوت بدك تدمج بين النيو بروسيس دوت سي، نيو بروسيس بوسكس دوت سي
والفيري سمبل شيل اللي انا اعطيتك اياها عشان تعمل لي شيل صغيره. تمام، هذا هو البروجكت العملي المطلوب منك. الان مطلوب تسليمه متى؟ طبعا الهدف من المشروع انه انت تعمل براكتس اكثر للسيستم كول، لانه هو عباره عن استدعاء للسيستم كول تبعت النظام اللي هي الفورك والاكزيك، وانه انت بتبرمجها بايدك وانه انت بتصير فاميليار معها اكثر. طيب من ضمن الامثله الموجوده عندي اللي هو نيو بروسيس وين 32، هذا مش مطلوب منك لانه للويندوز. وفي عندك من ضمن الأمثلة مثال البروديوسر والكونسومر، فاكرينه؟ طبعا هنا معرف لي char name os، هنا السايز تبعت المسج 4096، 4 كيلو يعني 4000 بايت 4 كيلو. طبعا هنا شيرد ميموري اف دي بوينتر، كل ما تلاقي نجمه انت عندك بوينتر والاي. كيف بدنا نعرف شيرد ميموري؟ هنا هيو كاتب لك كومنت اوبن شيرد ميموري سيجمنت اس اتش ام شيرد ميموري سلاش اف دي بتساوي السيستم كول اسمه اس اتش SHM underscore open، ايش بتعطي له؟ النيم تبع shared memory بالاضافه شو التايب تبعه؟ read only. تمام، بالاضافه للارجمنت الثالث اللي هو اعتقد مش متذكر ايش هو بالضبط، ترجع له برضه كذلك في الدوكيومنتيشن، كان مشروع في السلايد مش متذكر ايش هي بالضبط. إذا كانت الشيرد ميموري بتساوي ماينس واحد، معنى ذلك إنه نظام التشغيل فشل إنه يعمل لي منطقة شيرد في الذاكرة، بطبع ايرور مسج. تمام؟ الآن بدي أعمل ماب للشيرد ميموري في الأدرس سبيس تبعت البروسيس، بستخدم الأمر MM map وخزن الأدرس هذا في البي تي آر. البي تي آر إيش التايب تبعه؟ void. void ذكرناها سابقا no type بالضبط. إذا الماب فشل نطبع على الشاشة برضو كذلك إنه المابينج فيلد. تمام؟ بعديها بروح ببعت أو بطبع رسالة على الشيرد ميموري. هنا عفوا بقرأ من الشيرد ميموري. يبقى أنا عندي برنت اف برسنتج اس بي تي ار. البي تي ار هو الميموري ماب. تمام؟ اللي احنا عملناه في الشيرد ميموري. طبعا اذا بعد ما انا اقرا من هذه بدي اعمل ازاله للشيرد ميموري، بطلب كذلك من نظام التشغيل ان هو يعمل لي اياها شيرد ميموري اندرسكور ان لينك للنيم، ما احنا اعطيناها اسم. تمام؟ بتساوي ماينس واحد، معنى ذلك انه انا بستدعي الغاء الشيرد ميموري بترجع لي قيمه، اذا كانت بتساوي ماينس واحد معنى ذلك انه في عندي خطا في الازاله. اكزيت ماينس واحد وهنا نهايه البرنامج. بتلاحظ هنا انت عندك في السي لو بدك تعرف سترينج بتعرفها از اري اوف كاركتر، وهنا حط لك ستار انه عبارة عن بوينتر بيأشر على اول كاركتر. تمام؟ وانت بتقدر تجيب الكاركترز المجاورة، حتمر عليك كتير وانت بتبحث انه انت كيف تجيب انبوت عندك في السي. في عندي كذلك مثال على هذا البروديوسر اللي احنا شفناه قبل شويه، الكونسومر انه هو بيقرا الرسائل.
لكن مين اللي بيطبعها او مين اللي اللي بحط الرسائل هناك؟ خليه على الجنب. لا قصدي عشان نشوفه. ايش يعني على الجنب عشان نشوفه؟ احنا خليه على الجنب خير. ايه انا بخد هذيك المره حاطه نصين يعني نصين هذيك المره يكون لا هو بطيء في الاستجابة. حقيت هذا اللي شرحته قبل شوية الكونسومر ايش بعمل؟ ريد. كيف بعمل ريد؟ برينت اب من البوينتر اللي احنا عملناه. حلقيت هنا انا عندي في الرايت نفس البروسيجر بالضبط، بس ايش ضفنا عليهم؟ مجموعة من المسجز، مسجز مسج 0 1 لغاية 2. وهنا بحكي لك انه دراسة نظم التشغيل يعني عملية ممتعة. نفس الفكرة هنا، عرف الشيرد ميموري فايل ديسكريبتور بالإضافة للبوينتر، فتح الشيرد ميموري تمام. طبعا هنا انه كرييت وهنا ريد ورايت، وهنا عمل لي حدد السايز تبعه باستخدام اف ترانكيت بالسايز، حددناه 4 كيلو. وبعديها بدنا نعمل مابينج للشيرد ميموري هذه ضمن الادرس سبيس تبعت البروسيس باستخدام اللي هو الشيرد ميموري. مش احنا عملنا شيرد ميموري الناتج تبعها خزناه في الشيرد ميموري اف دي بالضبط. حلقيت بدنا نعمل مابينج للشيرد ميموري هاي اللي هي ال SHMFD. انه انا عندي ادرس سبيس تبعت البروسيس، فبدنا نضيف في الادرس سبيس الادرس سبيس تبع الشيرد. واضح كيف؟ يعني يعني انا عندي هاي ميموري، هاي انا عندي البروسيس هاي مثلا بي 0، تبدا الادرس سبيس تبعها من هنا لغايه هنا. فجيت احنا طلبنا من نظام تشغيل انه يعمل لي شيرد ميموري سيجمنت، عمل لي اياها هنا في المنطقه هاي. فهي البروسيس بده يصير لها اكسس بي 0، بده يصير في لها اكسس على هاي، فبدنا نعملها مابينج. مابينج انه بدي اضم الادرس سبيس تبعها انه يصير تابع للبروسيس هاي، فيبقى اي فاريبل موجود هناك بعمل له اكسس بالاسم. تمام. هنا حددنا السايز، هنا عملنا المابينج تمام. طبعا هنا ايرور الايرور مسج اذا المابينج فشل. بعديها بدي اعمل رايت. الرايت هيو اس برنت اف، اما هنا الريد عباره عن برنت اف عاديه. اس برنت اف ايش بعطي له؟ البي تي ار، وبعطي له انه انا بدي اطبع سترينج، والسترينج ايش هو؟ مسج 0. هاي طبعنا الرسالة الأولى. طبعا حركنا البوينتر باستخدام انه الادرس تبع البوينتر هذا بلس ايكوال strlength، بجيب لي طول السترينج تبع المسج واحد. هذه كم كاركتر؟ هي 1 2 3 4 5 كاركتر، بعمل ازاحة بمقدار 5 للادرس اللي هو البي تي ار، عشان لما اجي اطبع المرة الجاية انه يطبع المسج في المكان الذي يليه مباشرة.
تمام؟ فهذا حيعمل بروديوس بيبعد عن عدد اللينكس تبعك بيبعد عن ايش؟ على حسب عدد الدروس عشان يحطوا بعض بالضبط. ليش؟ لانه انت لما بتطبع بتقول له اطبع لي في الادرس هذا string وهي الفاليو تبعته في الفاريبل هذا. فهنا انت حتقول له انه في البوينتر الادرس تبعه وين لازم نحركه بهذا الشكل. تمام؟ متخيلينها كيف؟ فهذا بيعمل بروديوس، هذا بيعمل بروديوس، وهذا بيعمل كونسوم. طيب نعم ناتج عملية انبوت لعملية صحيح ممكن تعملها بالسيستم كور. بفر سايز 25 رايت ريد انت 0 رايت انت 1 هذه كلها كونستانت ديفاين ديفاين ديفاين. تمام. طبعا هنا عرف لي array of character اسمها write message عبارة عن string write message اسمه greeting. وهنا read حطها فاضية ما عملهاش initialization. bid type bid fd بتساوي 2. ليش؟ لأنه بدي أعرف read end والwrite end. بدنا نستدعي system call البايب اللي احنا كنا نعملها في الكوماند. هي system call اسمه بايب. FD ايش بتعمل؟ FD file descriptor هي عبارة عن pointer للمؤشر للبايب الريد اند والرايت اند. بتلاحظ انه FD انه مستخدمة كتير. في المثال السابق انا في عندي shared memory FD او كانت كود تبعها هاي يعني شغلة بتستخدمها في الانبوت والاوتبوت فايل ديسكريبتور. فاستدعينا البايب للاف دي واذا الاستدعاء حيرجع لي فاليو اذا قيمتها ماينس واحد معنى ذلك انه البايب فيلت. هعمل فورك طبعا هذا البايب بين البيرنت والتشايلد. إذا كانت الـ BID أقل من الزيرو الفورك فشلت. أكبر من الزيرو أنا في البيرنت، أقل غير هيك else يبقى أنا في الشايلد. في البيرنت شو عملت؟ close للـ unused end of pipe سكرنا طرف الـ read وإيش بدنا نستخدم طرف الـ write. هذا synchronous ولا asynchronous؟ انت يا بتبعت يا بتستقبل. فهذا الطرف البيرنت ايش عمل؟ سكر الريد وفتح الرايت. تمام. يبقى رايت للاند رايت في البايب ايش طبع؟ الرايت مسج. وقديش طولها؟ str length للرايت مسج plus 1. بعديها بعد ما كتبنا بنسكر الرايت اند. هجيت هنا في التشايلد بروسيس ايش حنسوي؟ حنعمل العكس. حنسكر الرايت ونفتح الريد. عملنا كلوز للرايت اند ونفتح الريد اند وبدنا نقرا مسج ريد لمسج ونخزن اللي احنا قراناه في فاريبل اسمه ريد مسج. تمام. والطول تبعها حسب البفر سايز هي حددناها فوق 25. تمام. وبعديها بدنا نعمل كلوز للانت. هذا هنا البيرنت حيطبع لك او التشايلد حيطبع لك انه التشايلد قرأ هذه الرسالة. نفذ لك اياه. بيجينا بالامتحان لك اللي شرحتها.
يعني انت عندك سيستم كول بدك تركز عليه كتطلق عليه في المحاضره مهم 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 الفورك الاكزيك الفورك والاكزيك جبت لك صيغه الاسئله اللي بتيجي فيها انه انت عندك variables موجوده وبغير في اماكن معينه ايش الاوتبوت او فورك بحكي لك بشكل عام اسئله الفورك بعديها انتقلنا على جزئيه الشيرد ميموري انه السيستم كول كشيرد ميموري انت في عندك بروديوسر وكونسومر عرفت الكود تبعه وبعديها انتقلنا لجزئيه البايب بالسيستم كول اسمه بايب وفي الريد اند والرايت اند شرحناها في المحاضره وهذا نفس اللي احنا شرحناه بالضبط هنكتب كود يعني مثلا في الامتحان ولا هجيب لنا كود ما انا ذكرت لك الصيغه يا اما اكتب لي كود عشان يعمل كذا او انه هي في كود ايش الاوتبوت تبعه نعم في الغالب عشان مش ماخذين سي سينتاكس تبعه كيف السينتاكس تبعه السينتاكس تبعه زي الجافا بالضبط ماذا حكينا الاشي انه انت عندك في السي او في عفوا في الـ في في في, في البوسكس انه انت عندك سيستم كولز اسماء مختصره مش واضحه زي الويندوز فهو بيعتبر انه انت اكسبرت بروفيشنال تمام كان اسمه بايب بدنا على ما في النص ولا لسه ما خلصتهم لسه والله ما خلصت هنا بطبع لك انه child read greetings اللي هي المسج اللي احنا كنا حاطينها اصلا في البيرنت يبقى انا عندي هاي الرساله تمام البيرنت عمل رايت للبايب وللتشايلد عمل ريد من البايب وطبع لي اياها على الشاشه تمام فيري سمبل طيب هيك بنكون خلصنا كل الامثله المتعلقه بالسيستم لا مش بالسيستم كول كلها الشغلات المتعلقه بالبروسيس الشغلات المتعلقه السيستم كول متعلقه بالبروسيس فورك اكزيك شيرد ميموري اوبن باي اربعه الان بدنا ننتقل لشابتر اربعه للثريدز بدنا نشوف الثريدز انا عندي في البوسكس نفس المثال اللي كانت في المحاضرة أنا عندي هاي اسمه ثريد بوسكس طيب هاجيت أنا عندي الفانكشن رنر زي ما في المثال بالضبط وانا عندي هاي المين الارج سي والارج في عرفنا الثريد اتريبيوت وشفنا انه الارجمنت المفروض تكون اذا ما كانتش 2 معنى ذلك انه في عندي ايرور اذا كان الارجمنت الاول اقل من 0 معنى ذلك انه في عندي برضو ايرور لازم يكون بوزيتيف تمام بعد هيك شو عملنا الخطوات عملنا انيشاليزيشن للثريد اتريبيوت كرييت الثريد جوين وطبعنا السم بالضبط هذا الامبلمنتيشن تبع الفانكشن بي ثريد اكزيت 0 الان في الكومبايليشن سجل عندك ملاحظه انه انت لما تعمل كومبايليشن لهذا بدك تعمل جي سي سي ماينس اللي في ثريد بس نعم ماينس ال بي ثريد يعني عمل لي لينك للايبراري اسمها بي ثريد والمثال اسمه ثريد
احنا في شابتر 4. GCC لو عملت له هيك مباشرة راح يقول لك في عندي ايرور. في الفانكشن مين انه undefined reference to bthread create و bthread join، مع انه انا عامل include ل bthread.h، فبقول له اعمل لي لينك لهذه اللايبراري. كيف؟ -l لينك للايبراري اسمها bthread POSIX thread. هيك بيطلع لك الوارنينج، بس هذا عبارة عن وارنينج مش ايرور. تمام، هيك بنشغل. لازم اعطي له ال بيعمل لي الصم من 1 ل 15 كثريت. في عندكم كذلك على الموديل مثال على الثريد تبعت الجافا. في حاطيت مثال انه انا بشغل اكثر من ثريد، والثريدز هذه كلها ان بارلل بتعمل جمع. تمام، وبتجيب لي السم ان بارلل. فاكرين الامبليسيت لايبرري او الامبليسيت ثريدنج؟ بتسهل عليه بتحدد المعادله الكود. واحده من المكتبات الامثله اللي احنا اخذناها اللي هي الاوبن ام بي، هاي في مثال عليها هنا. وحكينا انه هذا سيكوينشال كود. تمام، بدي اعمل بارلل كود، ايش بعمل؟ بحط انا عندي هذه الكلمه السحريه براغما او ام بي بارلل، وهنا بيطبع لي انا عندي بارلل ريجن. السؤال الان كم مره راح تنطبع؟ حسب عدد المعالجات. تمام، وبعديها هنا نرجع سيكوينشال كود. فهنا انت ممكن تحط انت عندك بارلل كود. هجيت هو عنده على الفيرتشوال ماشين، بتصور انه حاطط سي بي يو واحد. تمام، حنشوف الان. خليني اشغل جي سي سي، وهنا برضه اللينك، في لينك انا عندي هذا الكود عشان تعمل له كومبايل. هي تعمل لينك للايبرري ماينس اف اوبن ام بي. لا مش هنا، هنا في شابتر 4 جي سي سي. اوبن ام بي، نجي نشغل I am parallel region. طبعت معايا مرة واحدة، طبعت مرة واحدة لأنه عندي هنا في settings one CPU. نقدر نضيف كمان CPU بس بدنا نعمل shutdown للماشين. minus إيش الأمر؟ ماينس اف اوبن ام بي. في حدا عنده 2 سي بي يو على الجهاز تبعه؟ ما ظنيتش هذا الديفولت يكون بيشتغل. انت ممكن تغيرها هنا، هذه بتصير فعاله. بتهاي ريستارت معقول؟ بعمل ريستارت لحالي. عمل الكومبايل مرة ده
لسه بروسيسور زيرو، لازم اعمل شت داون واشغل ثاني. هاي نعمل شت داون على سريع هنا ريست. مين اللي بينظمه؟ مركز ايدوست. مركز ايه؟ ايدوست. طريقة مركز زي التعليمي هو بحب يعني الشرحان يعني تعمل هذا الشغل. بيعتمد على الطلاب. هي عاملين اللي موجودين. جي تي تي هذا هو جي تي تي يعني ثلاثة غزة فينا طبعت مرتين لما حطينا السي بي يو 2 بعد ما عملنا رسته تمام. بس بسرعه بسرعه النظام هيك لما حطه على كوبرنيتيز بس الجست او اس ببطء لانه انت بتاخذ منه ريسورسز اكثر تمام. طيب هالكيت خلينا نتوقف هنا.